رجل شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الحسن اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هل سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. باسمكم جميعا نسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الدكتور عبد القادر بن عزوز، أهلا وسهلا بك بيننا. الله يسلمك شيخنا. كما لا يفوتنا أن نرحب بالأستاذ فيصل الذي يرافقنا في ترجمة محتوى هذا البرنامج وإيصاله إلى إخواننا من ذوي لغة الإشارة. مشاهدينا الكرام، حديثنا إليكم إذن في افتتاحية هذا العدد نتحدث فيه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيخنا الشيخ عبد القادر بن عزوز، ما الذي نفهمه من هذا الشاهد الذي نجده في كتب الحديث الشريف ونقرأه مرات ومرات، ثم كيف نتعظ به؟ نعم، شكرا أستاذ حمزة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين معاني الإسلام، حقيقة الإسلام، وبين نقول وبين عمل الإنسان. هذا الإنسان، لأن لما نتحدث عن الإسلام مطلقا فالإسلام يشمل الإسلام والإيمان، يعني يشمل الأركان، هذه الأركان الإسلام المعلومة والأركان الإيمان المعلومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا قيمة أخلاقية، قيمة أخلاقية. هذه القيمة الأخلاقية يقول بمعنى أنها هي متضمنة الإسلام، بل هي نقول هي أحد القيم التي يدعو إليها الإسلام. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة، وهو يقول: من حسن إسلام المرء، أي من كمال الإيمان، من كمال الإسلام، فيستلزم هذا الكمال أن الإنسان يترك ما لا يعنيه. ما معنى هذا الكلام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى إذا كان الإنسان يعني رأى شيئا، سمع شيئا كذا من بهذا قول أو فعل إلى آخره، ورأى أن له علاقة مباشرة به، فإن تدخل فيه، بنقول إن تدخل فيه فحسن. ولكن هذا الذي يتدخل في شيء معين، صحيح عندنا القاعدة الشرعية وتقول بمعنى أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ونوع من نوع المسؤولية، يعني الإنسان هو مسؤول أمام الله ثم أمام المجتمع على ما يرى من تصرفات سيئة، فيجتهد أن يغيرها بهذه الطرق الثلاث. ولكن أستاذ حمزة، هل كل الناس لهم هذه القدرة على أن يغيروا؟ في بعض الأحيان قد ينقل الإنسان، يسمع الإنسان كلمة يسمعها، جمر مع مر أمام جيران، فنطق جار بكلمة، ثم ماذا حصل؟ هذا الذي كان مر بجيرانه أخذ هذه الكلمة وأخبر بها أو أعلم بها الطرف الثالث، طرف آخر. هل هذا قد اكتمل إسلامه؟ لماذا؟ لأنه من حسن إسلامه أنه عندما سمع هذا الشيء، يا إما أنه لا يلتفت إليهم، أو أنه يأمرهم بالمعروف، يعني بمعنى ينبههم على أن هذا الشيء، على أن هذا التصرف تصرف غير صحيح. ولكن لو نفترض صورة أخرى بنفس الشخص هذا، لو جاء وتدخل أيضا هو وبدأ يتحدث في نقول في عرض هذا الشخص الثالث، إذن فهذا ليس من حسن الإسلام، هذا ليس من حسن الإسلام، هذا ليس من نقول من مظاهر الإسلام. إذن ثم مثلا الآن واحد مثلا مريض مثلا، وشخص آخر لا علاقة له بالطب، ثم يأتيه وربما يقول له: أنا جربت الدواء الفلاني وجربت كذا، وجاري جربه كذا إلى آخره،
فإذا اشتريت هذا الدواء الفلاني فإنك سترتاح نقول عليه. فهل هو طبيب حتى بمعنى حتى يكتب وصفة أو يدل الناس على يعني على الخير؟ لأن صحيح والدال على الخير كفاعله، ولكن إذا كانت الدلالة على الخير في مواضعها، وأن الذي يدل على الخير عارف بالخير، فالطبيب يدل على الخير والمهندس يدل على الخير في نقول في قطاعه في شؤونه، يعني إذا مشينا التخصص، والأستاذ والمعلم يدل على الخير في قطاعه في تخصصه، وهكذا كل واحد من نقول له مهنة أو له حرفة أو له عمل إلا ويكون دالا على الخير في نقول في تخصصه. قد يكون له بعض المعلومة، قد يكون له بعض الثقافة في 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 ميدان آخر، ولكن لا يستطيع أن يؤدي ذلك أكثر مما يؤدي صاحب نقول صاحب هذا التخصص. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. أيضا فيها من معاني الإنسان أنه لا ينشغل، فليكون ليكون حرص الإنسان على الأشياء التي تنفعه مباشرة، أما الأشياء التي ليس له بها علاقة. يجد الناس مثلا يتحدثون على مقابلة كرة قدم، ما حرصه على هذه؟ لو مثلا لو حرص على شيء، على طلبه للحلال، على 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 رعاية لأبنائه، على رعاية لزوجته، أفضل له من ذلك. إذن هذا لهذا النبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. البعض يا أستاذ حمزة يتحدث في أشياء لا يعرف عنها شيئا، فقط حتى يقول الناس فلان يعرف هذه الأشياء أو فلان مثقف أنه يعرف الأشياء. لهذا النبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الأشياء التي لا تعنيني والأشياء التي ليس لي فيها فائدة في الآخرة هي لا تعنيني. أنا الذي يعنيني في حياتي هو الشيء الذي يكون عملا صالحا، إما أن أعمل بعمل صالح أو أدل الناس على عمل صالح وأنا عارف به. أما إذا كنت لا أعرف، بمعنى أنا لست خبيرا، لست عالما بهذا الشيء، فمن حسن إسلامي من حسن كمال إيماني أنني ماذا؟ أنني لا أدل الناس على هذا، لأنني ربما لا أدل الناس على خير، وإنما ربما قد أدلهم على شر. إذا لهذا النبي أعطى لنا كلمة جامعة من حسن إسلام المرء تركه من عنيه. الإنسان لا يتدخل إلا في الأشياء ولا يفكر إلا في الأشياء التي هي نقول مقدمة أو مآلها إلى الآخرة، أعمال صالحة ترفع له درجات عند الله سبحانه وتعالى، أما الأشياء التي لا ثمرة فيها فإنه لا يهتم بها. واحد مثلا يفترض يهتم بعلم، ولكن ذلك العلم هو لا يستفيد منه لا من قريب ولا من بعيد، فأفضل له أن يتعلم علما يفيد به نفسه ويفيد به غيره ويستفيد أيضا هو به يوم القيامة. إذن هذه من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن لا نتحدث ولا نتكلم إلا فيما يعنينا وما يفيدنا في دنيانا وآخرتنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لك نعم. شيخنا الشيخ عبد القادر بن عزوز على هذه الفتات. إذن إخوتي في العارضة التقنية، إذا أمكن ننتقل إلى الفقرة الثانية من البرنامج، إلى انتقالي إلى استقبال المكالمات الهاتفية للمشاهدين بغية إضاءة انشغالات المشاهدين في مختلف المسائل الفقهية والفتاوى. نعم أخي يونس، من معنا على الخط؟ إذن بإمكانكم مشاهدين الكرام التواصل معنا عبر الأرقام الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة، والتي بإمكانكم أن من خلالها أن تطرحوا انشغالاتكم، مسائلكم الفقهية، مسائلكم الدينية لمعالجتها ضمن البرنامج. الأرقام الهاتفية 021-47-42-37، هذا الرقم الهاتفي الأول. الرقم الهاتفي الثاني 021-39-43-43، الرقم الهاتفي الثاني أكرر 021-39-43-43. هذه إذن أرقامنا للتواصل معنا خلال هذه الأمسية من أجل إنارة انشغالاتكم، أسئلتكم، مسائلكم إلى آخره، أو عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة القرآن الكريم، أو عن طريق البريد الإلكتروني للبرنامج hellasalu@ntv.dz، أو غيرها من وسائل التواصل مع قناة القرآن الكريم. نعم أخي عبد المنعم، هل هناك مكالمة هاتفية أم ليس بعد؟ أمت الله إيمان من تلمسان شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بك إيمان. بكم أهلا.
حبيت نسق فيكم واحد السؤال. نعم حبيته. نعم تفضلي سيدتي. الله يسلمك. تعيش. السؤال الأول، كنت مريضة عندي اللوز وكنت مستعمل فنتولين في النهار تاع رمضان، ماشي هذا رمضان اللي فات، في رمضانات اللي فاتوا. عندك لازم في رمضانات اللي فاتوا؟ ايه قالوا لي ماشي فطرة. كنت تستعمل الدواء؟ الدواء امبارح، حتى امبارح كيفات رمضان اللي جا اللي كيفات رمضان سمعت باللي قالوا كاين قال فطرة فنتولين، قال لك دواء ماشي هواء. وسو نعم. والسؤال الثاني، عندي لازم كما قلت لك الغسل، قالوا لي ما تغسليش دائما ما تغسليش دائما، صلي كي نكون حاشاك بالجنابه ما تغسليش دائما، وقالوا لي سلتو شعرك ما تغسليش ما تشمخيش. من قال لك الى هنا تيمم كي نوض نصلي ولا نتوضا كيفاش ندير؟ من قال لك؟ قال لي واحد الشيخ بدون ذكر الأسماء. معليش يعني. والطبيب ما قال لك والو؟ الطبيب قال لي ما تغسليش دائما، قال لي ما تغسليش دائما، قال لي عندك الحساسية ما تغسليش دائما، عملي روحك كلها كي مريضة ما تعمليش روحك صحيحة. وحطيت بالي كي نغسل شعري دائما تحكمني العطيس، يحكمني السعلة، يحكمني. مفهوم السؤال. نعم. هل لديك سؤال آخر إيمان؟ تعيش ركز لي بك إيمان، حممشي لما نيت إيمان كما نغسل شعري لما نيت إيمان ولا نعود نتوضع، هذا ما كان. تعيش. نعم. مفهوم السؤال سيدتي الكريمة، تسمعين الإجابة. هل لديك سؤال آخر أم تكتفين بهذا القدر من المكالمات؟ نعم أخي يونس. آية من سيدي بالعباس. آمة الله من سيدي بالعباس. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وعلمة الخير. مساء الأنوار، كيفكم؟ لباس بخير؟ بس الحمد لله. أريد أن نصلي الطيام وحد الليالي منين وبعد نصلي عدن العدن الأول. نصلي الطيام جايش ولا ما جايش؟ واضح. تصلين القيام؟ واه. حتى الأذان الأول. حتى الأذان الأول. نعم. بعد نصلي يعدى الأذان الأول. نعم. مفهوم السؤال. هل لديك سؤال آخر؟ واليوم ما فطنتش كاع. تفات الأول وفات الدو. نعم. وما صليتش، واش نعاود نرده ولا ما نردهش؟ نعم. مفهوم السؤال. الله يحفظكم ويستركم إن شاء الله. إن شاء الله. توفي معكم ويعطيكم حجة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. هل لديك سؤال آخر؟ الله يخسرك سام بعد خطرك. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. خليدة من معسكر، السلام عليكم ورحمة الله. سلام ولدي. وعليكم السلام، مرحبا. وعندي سؤال ولدي. نعم. كي نذكر السبحة، نسبح الأذكار تاع ربي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبح ونقول اللهم صل. معذرة، انقطعت مكالمة خليدة من معسكر. نعم أخي يونس، من معنا على الخط؟ أمال من خنشلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أمال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أمال. مرحبا بك أمال. أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك على هذه الحصة المباركة. أتمنى من الله عز وجل أن يكون كل ما تقدمه في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وسلام الحار إلى شيخ أبو عبد السلام إلى جميع شيوخنا البرارة الكرام. نعم. وعليهم السلام. أنا في يوم من الأيام قمت بالحلف على المصحف الشريف خوفا على نفسي، يعني لضبط بدون دخول التفاصيل،
بأني لم أقم بذلك الشيء ولكني قمت به. ثم خوفا من أني تعرضت إلى الضرب وراح نتعرض إلى الضرب والإهانة، وبالفعل تعرضت لضرب والإهانة رغم ذلك. ما حكم الدين في أني حلفت على المصحف بدوني وأنا قلت ذلك الشيء يعني رغم عني؟ نعم. هل السؤال واضح؟ نعم مفهوم السؤال. شكرا. انت خفتي تنضربي في جميع المناسبات، يعني في امر ضروري او غير ضروري، يعني لم اقم بذلك، والله لم اقم بذلك الشيء، والله لن اذهب الى ذلك المكان، وثم يعود الانسان الى قول شيء ولا الى الذهاب الى ذلك المكان. كما ذلك كما اتمنى من شيوخنا الافاضل الدعاء لنا خاصة لأخواتي الغير المتزوجات، وقد وصلنا إلى سن الزواج وبارك الله فيكم. وأمر آخر، سؤال أخير أرجو منكم أن تتقبلوا مني يعني لضيق الوقت. نحن يتامى وأساعد في مصاريف البيت دائما مع والدتي، هل المساعدة في مصروف البيت مع والدتي يعتبر صدقة جارية أم لا؟ فقط وشكرا لكم. شكرا لك سيدتي الكريمة. شكرا. شكرا لك أم محمد من ميلا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أم محمد. وعليكم السلام. مرحبا بك. والله يا حمزة وليدي أنا عندي واحد السؤال. نعم. يخص على صورت على الأشخاص. انا يبرك هما كاين بعض الشيوخ يقولوا لنا الصوره اللي البيت اللي فيها الصور ما يدخلوهاش الملائكه، وانا حبيت انا عندي تصويره، انا من السيدة ام محمد من ولايه ميلا. نعم. عندي انا وليدي هذا محمد هو متوفي. نعم. توفى لي في سنه 2014. دوك انايا درت الصوره تاعو على شكل اسمها في كادر ببدلته العسكريه، هو كان في صفوف الدرك ببدلته العسكريه وحطته عند راسي في غرفه نومي. هل الملائكه يدخلوا لبيتي ولا نحيها خلاص من نديرها في خزانه ولا حاجه؟ ولا كي يعني انصحونا جزاكم الله خير. مفهوم السؤال سيدتي الكريمة، تسمعين الإجابة. هل لديك سؤال آخر؟ والله هذا ما عندي، ولا نزيد نتصل برب إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجازيكم، وانتم في هذه القناة راكم انتم تفيدوا ونحن نستفيد ونحن مرضيكم. والدنا والديك الله يسلمك سيدتي الكريمة. إيش وليدي إيش وليدي بارك الله فيكم. الله يسلمك دعاءك. نعم أخي يونس، هل هناك مكالمات في أخرى؟ مريم من قسنطينة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك مريم. السلام عليكم. إذن مكالمة مريم لم تمر بعد. نعم أخي يونس، هل مريم لا تزال معنا أم انقطعت المكالمة أم فيه مكالمة أخرى نستقبلها أم نشرع في الإجابة؟ إذن شيخنا نشرع في الإجابة ريثما تصلنا بعض المكالمات الهاتفية. إيمان من تلمسان، نعم. لدينا نسيمة من قسنطينة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك نسيمة من قسنطينة، مرحبا. فضلي الشيخ يسمعك 10 على 10. السلام عليكم خويا. نعم أهلا وسهلا بك. نعم نحن نسمعك جيدا نسيمة من قسنطينة. بغيت نسقسي في الشيخ على عندي سوارد نتاع مرت بيضة خلاتهم لي نخدم بيهم، كانت حية ومن بعد كي ماتت ما رضيتهمش، هي قالت لي وين يعودوا عندك أكثر ديم وين ما يعودوش، ما كانش هكايا خلاص ماتت هي ما رضيتهمش. وش عينك في الشيخ وش يتصلي هذه؟ مفهوم السؤال نعم مفهوم السؤال سيدتي. ربي يعاونكم خويا يعطيكم الصحة.
شكرا لك. آمنة من سيدي بالعباس، السلام عليكم ورحمة لا. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أختي آمنة. السلام عليكم. نعم أختي آمنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدتي آمنة، نحن نسمعك جيدا. نعم عندي سؤالين. تفضلي سيدتي الكريمة، نحن في الاستماع. آمنة، آمنة هل أنت معنا أم انقطعت مكالمة آمنة؟ رجاء من الإخوة في العارضة التقنية التأكد من مكالمة آمنة. أخي يونس، نشرع في الإجابة، إذا نقصت الأسئلة أو إذا لم تكفنا الأسئلة سنعود لنطلبها مرة أخرى من سيادتكم المحترمة. شيخنا إيمان من تلمسان تقول بأنها كانت مريضة باللازم الضيقة في شهر رمضان، يعني في إحدى رمضانات، وتقول لك استعملت البخاخة، وكاين اللي قالوا لها البخاخة غير مفترة باعتبار أنها هواء، فما قولكم في هذا؟ شكرا. هي السيدة أمينة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها لها الشفاء. هي تتحدث على نوعين من كاين زوج أنواع من البخاخات تاع الربو مرض اللازم. هناك وحدة تفتح وهي عبارة عن هواء وتروح مباشرة إلى القصبات الهوائية، هذه متفقين عليها العلماء لأنها لا تفطر. الآن الفتاوى الموجودة عند العلماء يقولوا ما تفطرش لأنها هذه هواء. الآن كاين في النوع الثاني اللي يقولوا الدواء. هنا ندرك الآن نقول لك شوفي، إذا الطبيب تاعك، لأن هي عندها طبيب اللي عنده لازم أكيد عنده طبيب، إذا الطبيب تاعك يقول لك لا، يقول إذا يقول لك باللي هي ماشي دواء وإنما المقصود بها فقط هي باهي تفتح القصبات الهوائية فصيامك صحيح. أما إذا قال لك دواء ففي ذيك الفترة اللي قال لك لا، قال لك لا، كان فرق بين هذه وهذه، هذه للقصبات يعني هو، وهذه دواء. أنت الآن أصبح الآن اللي يفتيك الآن هو الطبيب. روح شوف واش يقول لك الطبيب تاعك. إذا قال لك باللي دواء الآن تعاودي ذوك الأيام، قال لك لا لا ماشي دواء، ما تسقسيش الناس، الطبيب فقط، وبعد الطبيب ما زيد تسقسي حتى واحد، وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هي تقول لك فيه كذلك سؤال آخر، تقول لك قالوا لي ما تغسليش راسك لأنه يدير لك الضيقة ويعني يزيد عليك الوضع. لما قلت لها شكون قال لك؟ في البداية قالت الإمام الذي أفتاها. نعم. قلت له والطبيب ماذا قال لك؟ قالت لي الطبيب هو اللي قال لي لازم باش ما يزيدش عليك الحال وما تنضريش ما لازمش كذا وكذا، فما قولكم في هذا الأمر شيخ؟ احنا نشوف نقول للسيدة أمينة شوفي، درك انت نهالي بمعنى الغسل كامل هو اللي يسبب لك في المضرة ولا فقط شعرك؟ كين لما تغسلي شعرك الى الغسل كامل، هنا نتحدث على التيمم. قال كي مثلا نهار اللي تغتسل راهي جهه شقيقه وجهه كذا ويزيد عليها الازمه تاعها، في هذه الحاله نقول لك كي تحسي روحك باللي تنضري تنتقلي مباشره للتيمم، تروحي تيمي وتصلي صلاتك عادي، ولكن كل صلاه تيمي لها، تصلي الظهر تيمي له والعصر تيمي له وهكذا. ولكن اذا كان غير راسك برك، لا يعني الباقي البدن يعني من الرقبة إلى يعني أجلكم الله إلى أسفل القدمين ما كاش، ولكن غير الرأس، في هذه الحالة نقول لها أقل شيء، يعني بمعنى مدام الرأس نقول أقل شيء فقط يعني تشمخ يدها يعني تبللها فقط، مش لا ما ترميش الماء على رأسها، لا لا، فقط غي هكذا يعني يدها تكون مشمخة وفقط تمررها على 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 رأسها أو على جزء من رأسها. نعم شكرا شيخنا. أمت الله وعفوا العباس، الباقي البدن أكيد دلوا لها. نعم عفوا. أمت الله من سيدي بالعباس شيخنا تقول لك نصلي قيام الليل حتى الأذان الأول. نعم. تقول لك ما رأيكم في هذا؟ ثم تقول لك فيه يوم من الأيام ما فطنتش يعني. نعم. ما صليت لا قيام الليل لا الصبح والفجر في وقته. تقول لك شن دير؟ هل نخلف قيام الليل هذا كم نخلفوش؟ هو شو هذاك هو شو نقوله للحاجة من مدينة سيدي بالعباس؟
الوقت اللي هيصلي فيه هذاك افضل الاوقات هيصلي فيه ويمتد حتى الاذان الاول. نعم. ولكن كيقول المؤذن الاذان الله اكبر خلاص هو انتهى الوقت. يعني هذاك شوف من نقولوا احنا من 12 تاع الليل ولا من 3 تاع الليل ولا من 4 تاع الليل الى ما قبل الاذان الاول، قبل ما ياذن الاذان الاول بثلاث دقائق ولا 4 دقائق ولا 5 دقائق هذاك افضل الاوقات. يعني هذاك هو الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الليل. الان هي تقول بلي رقدت وما فطنتش، نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربي يكتب لك هذيك نيتك لانك تقومي دائما، ان شاء الله ربي يكتب لك النيه. ولكن هل نقضي؟ احنا ما نقضوش الليله مثلا هذاك النهار ما كتبش الله، ولكن ما دام النيه صادقه عند رب العالمين يعطي الله يعطيك على نيتك. ولكن غدوه من ذاك الليله اللي جايه تقومي عادي، ولكن لا نقضي النوافل، ما عندناش احنا نافله تقضى. اللهم عندنا فقط هي الراغبه على الفجر اذا طلعت علينا الشمس نصلوها، اما باقي النوافل ما عندناش فيها القضاء ان شاء الله يا رب. امال من خنشلة تقول فيه يوم من الايام حلفت على المصحف من المصحف الشريف نعم بانها لن تقوم بفعل ذلك الامر، وهي تقول انا كنت خايفه الضرب والاهانه والشتائم وما الى ذلك. تقول لك وفعلا يعني حلفت وهكذا كنت ضربت وما الى ذلك، فتقول لك ماذا علي؟ والله اليمين يبقى يمين، يعني الانسان راه عظم الله سبحانه وتعالى. احنا ما عندناش الحلف، شوف احنا فقط نقول لاختنا من مدينه خنشلة نقول لها احنا ما عندناش الحلف على المصحف هذه، ما احنا يكفينا، يقول والله يكفينا، يعني ماذا احنا يقول والله العظيم ما نديرش الحاجه خلاص يكفي، موش بالضروره حتى نجيب يحط يده على المصحف، لا لا يكفي الكلمه، الكلمه اللي يتلفظ بها لفظ الجلاله والله ما نديرش هذه خلاص. الان عندها دوك الان اذا الانسان قال والله ما نديرش ودار حان، هذه اسمه حنث، حنث في اليمين تاعو. هنا فعليه اما على الترتيب مش على الاختيار، يا اما انه يطعم 10 مساكين اذا عجز يكسوهم، واذا عجز اذا ما قدرش يروح للصيام 3 ايام، ولكن اطعم 10 مساكين او كسوتهم في حاله اذا عجز يروح للصيام، ولكن مرتبه الاطعام 10 مساكين 10، كيقولوا 10 بمعنى على واش تاكل وسط او واش تاكل. اذا كان الانسان قدرته مثلا تاع فطوره مثلا قيسها تاع مثلا تاع 20000، الوسط هو 10000 لكل وقت، تعطي 10000 لكل مسكين ولا مقدار 10000 شحال يقابلها سميد ولا هكذا يعني. نعم. ام محمد من ميلا تقول بان لديها صور نتاع الاشخاص في البيت. قبل هي تقول 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 وهي ولا غير تقول والله دائما ندير والله دائما عندها هي نظن نفس السائله. هي نفس السائله يعني. نعم. يعني خلاص. هي مخافه الضرب. لا 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 يعني بعد اذنك بعدها هي تقول نحن يتامى واساعد امي في المصاريف تاع البيت. هي نعم. يعني هل هذا جايز ولا ما جايزش؟ معلش اذا كانت هي ولا غير الله اعلم، معلش خلينا معلش نقول الكلمه انا اللي في الذهن تاعي. هو الانسان شوف الايمان اللي نتحاسبوا عليها واللي نكفروها ونحنثوا عليه هي اليمين المنعقده. الانسان ينوي باللي يقول والله ما ندير، بصح اللي ما عنده الحليف كلمه كما نقولوا احنا كي اللي يشرب الماء اقعد والله تاكل والله تشرب والله تنوض والله تدخل والله كذا، هذا هذا هذه يسموها يمين اللغو، هذا ما فيش ولكنه مكروه. اكيد يكره الانسان انه يحرم. ما الشيء اللي قالت انا تعاوني، احنا ما نقدروش نسموه صدقه جاريه، لان الصدقه الجاريه عندها شروطها وعندها يعني عندها شروطها. هي صدقه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك فضلها واجرها وان تكون جاريه ان شاء الله، ولكن عاده الصدقه الجاريه هي الاوقاف اللي يسموها العلماء الاحباس او الاوقاف، ويا مش عارف انا يبني دار، مش عارف انا يوقف سياره، يوقف حمام، يوقف كذا، هذه عاده يعني تكون في اشياء يعني هكذا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعطيها اجرا وثوابا دائمين ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. ام محمد من ميلا تسال عن الصور التي توضع في المنزل، تقول قالوا لها باللي ما يدخلوش الملائكه. تقول لك انا عندي ولد متوفي عنده سنوات، عملت الصوره تاعو ببذلته العسكريه لانه توفي في اداء واجب تاعو، فتقول لك حطيتها عند راسي وين نرقد، وقالوا لا بلي ما تدخلش الملائكه. تقول لك فما قولكم في هذا؟ شكرا الاستاذ، وايضا نقول للسائله ان شاء الله ربي يرحم وليدها ان شاء الله يا رب. ربما هو كان يعني كان في الواجب يؤدي الواجب تاعه وتوفى رحمه الله عليه، نسال الله سبحانه وتعالى ان
أن يرحمه ويتغمده برحمته ويلقينا به يوم القيامة على خير إن شاء الله. شوفي أولا نقول للسائلة الحاجة الأولى، وش هي الملائكة اللي ما تدخلش الدار؟ إحنا الآن عندنا ملائكة حفظة، هذو ما يخطوناش، يتعاقبون علينا بالليل والنهار. عندنا ملائكة، زوج ملائكة دائما معنا، يروحوا ذوك زوج يجوا زوج واحد آخرين. هذو سواء ندير الصنم ولا ندير صورة ولا ندير بلاصة اللي تدخلها راه معك، ما كاش يعني ما لا يفارقون العبد. هذو الملائكة دائما معنا. نوع من الملائكة السياحيين، كاين نوع من الملائكة يدخلوا للديار، يدخلوا هذوك للحديث عليهم. صار مثلا نعطيك مثال، مثلا كما عندنا في ليلة القدر كاين نوع من الملائكة ينزلوا، ماهوش كل نوع من الملائكة ينزلوا فقط في ذاك الليلة، وكاين نوع مثلا من الملائكة يحضروا صلاة الجمعة مثلا، كاين نوع من الملائكة مثلا يسيحوا في الأرض يشوفوا مجالس الذكر. هادو هما اللي الحديث عليهم، مش الملائكة الحافظة اللي يحفظونا واللي يتعاقبوا علينا ويسجلوا علينا الحسنات والسيئات، لا لا، هذوك دائما معنا. هذوك يعني بمعنى سواء في أي مكان ندخلوه إلا موجودين معنا. هذا حبيت ننبه عليه. الصورة اللي تحثوا عليها العلماء قديما هي الصورة، هي الصنم. الصورة بمعنى الستاتيو، مشي الصورة هذه اللي احنا نهضروا عليها نصوروا بها، مشي هذه، مشي قولوا السائلة مشي هذه هي الصورة. الصورة المقصود بها هي الصنم، هي حجم جسمه هي هذه اللي هضروا عليها، موش الصورة هذه، مشي هذه الصورة احنا يسموها حبس الظل ولا كذا يعني. ولكن احنا نقول للسائلة الفاضلة، هو شوف، لان نقول له شوفي وليدك اكيد احنا مش غادي في يوم من الايام مهما قلنا من كلام مش غادي يعوض لك وليدك، مستحيل يعني. ولكن الذي يعوض وليدك وهو هذه الرحمة اللي يديرها الله سبحانه وتعالى في قلبك ويترك طمأنينة. احنا ذوك شوف، هو الافضل الان انسان افضى الى ربه، انسان مات معليش شديه ديري في مثلا حافظي عليه، ديريه في كيفاش يقولوا في البوم وخليه يغدوا مثلا ذوك مثلا وليدات ولادك مثلا كبروا وقال هذا عمكم الله يرحمه الى اخره. ولكن لما يبقى في بعض الاحيان لما نخلوه دائما قدامنا، وخاصه اذا كان خلينا قدامنا ودائما بدينا متعلقين به، وما نشوفه ربما نبكوا، وما نشوفه نتاسفوا، وربما تجينا في قلوبنا اولاد الجيران هم كاع الناس ولاداتهم كاينين وانا ولدي مات كذا. هذا هو اللي بعض الحين العلماء يقول لك الافضل ما نعلقوا الصوره تاع الميت، بغض النظر على هذا اللي يقولوا تاع الصوره منع التصوير. يقول لك حتى علاش؟ لان الانسان او ولده مات يدعو له بالرحمه، لانه كل ما شافه ربما كل ما حزن، فيقول لك افضل انه يحط تصويرته، معليش الصور تاعو موجوده، يحطها في مكان معليش سيدي الى توحشوا يروح يرفد الالبوم يشوفوا. ما احنا ما نقولوش يعني هذا الشيء، ولكن نقول وليدك ووليدنا يعني هذا اخونا ايضا هو محتاج الى الدعاء اكثر من محتاج الى الصوره، محتاج الى الدعاء، محتاج الى الصدقه، محتاج انك دائما تدعي له وتقول راك راضي عليه، واكيد انت راك تكوني راضي عليه، ربي يرحمنا ويرحمه ان شاء الله. ان شاء الله. مريم من قسنطينه تقول، يعني قبل ان اطرح هذا السؤال التمس من اخي المخرج ان يزودنا ببعض المكالمات الهاتفيه حتى نثري النقاش فيما تبقى لدينا من عمر البرنامج. مريم من قسنطينة تقول بأنه قاعدوا عندها سوارت انت عمرت باباها، نعم، مرضتها ملهاش، تقول لك ماتت وهي لم تقم بإرجاع هذه الأمانة، نعم، فماذا تفعل؟ شكرا أستاذ حمد. نقول للأختنا سيدة من مدينة قسنطينة، ذوك على حسب طبيعة العقد، واش هي واش قالت لك مونة الدرهم هذه مات باباك الله يرحمها ويوسع عليها، واش قالت لك؟ إذا قالت لك هاكي للأمانة، هاكي مثلا هذو ربع ملايين، شوف يا بنتي يقول لك مثلا يا بنتي هاكي ربع ملايين، إذا ربي قدرك ورديتهم لي وأنا في الحياة أرد، إذا ما قدرتيش اسمح بيناتنا، خلاص. إذا كان أنت كنت قادرة في حياتها وما رديتي لهاش، لا هنا هذو الدراهم يتردوا للورثة تاعها. أما إذا كنت وهي حية ماكش قادرة بها تردي لها دراهمها وماتت وهي قالت لك سمح بيناتنا، خلاص ما بقاش هذا الدرام الان، راه يسمح بيناتكم، وربي ان شاء الله هي انت تدعي لها بدعوه الخير، وهي ايضا تكون ماجوره عند رب العالمين. هذه الحالتين اللي ممكن اللي نتصورهم في المساله هذه. نعم ان شاء الله رب العالمين. شكرا شيخنا. عفو استاذ. نعم اخي يونس، هل هناك مكالمات هاتفيه نثري بها النقاش خلال هذه الامسيه فيما تبقى لدينا من عمر البرنامج؟ نعم اخي يونس.
محمد من قسنطينة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا محمد. ربي يطول عمركم ويخليك بلينا إن شاء الله. الله يسلمك سيدي الكريم. الله يسلمك في خدمة الدين والدنيا إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. أخويا سؤال إن شاء الله. تفضل. سؤال إن شاء الله سحقني خش مضرب بلاطان شو شوية الهدرة سعيد دينا. كاين إمام نجي نصلي في المسجد، أنا ما نقدرش نصلي، نقولوها نصلي على الكرسي، ويديروا لنا ساعات في الصيف برك ما درك يديروا لنا الكليماتيزور هذا قوي بزاف، ما نقدرش نتحملوا انا وواحد المجموعه، نجبد روحي هكا نصرف للشوكه نتاع المسجد ونصلي هكاك. واحد النهار انطق الامام قال لك ما تقطعوش الصف، واللي يقطع الصف قطعه الله. كي ناضو وقف خلصنا الصلاه هضرت معاه قلت له يا شيخ انا مريض، انا وبعض الناس خلاف، قلنا له احنا مرض ما نقدروش، وهذا الكليماتيزير يحطوها اخويا يحطوه قوي بزاف، كي تدخل للمسجد صدقني لحمك تشوك. قلنا له قال لك اللي مريض ما يجيش، وكيف تحرمني من الصلاه تاع المسجد هذاك فما نجيش اخويا؟ حطوه كما يقولوها يكون شويه مليح، ما يكون بارد بزاف ما يكون سخون المسجد. قال لك هكا زادوا نتقوا زوج من الناس، كاين واحد يصلي بينا ومن بعد دا التقاعد ما زالوا يصلي بينا في نفس الوقت هكاك، من مدى التقاعد يصلي بينا حتى بما فيها كلمه اهدنا الصراط المستقيم، يقول لها اهدنا الصراط المستقيم بالكاف. يما هضرنا له هضرنا له هضرنا بدون جدوى. المهم درك انا نسال، هل اتي ما رحتش البارح واليوم فقط للمسجد، كاين خوه هذا قال لي اذا كانت خويا مريض ما تجيش، هذا خوه بعد ماهوش في المسجد خلاص يخدم نهائيا، شغل المسجد هذا حاكمين وبعض الناس الخوه هذو في ثلاثه ولا في اربعه حاكمينه، يا ما يصليش الكبير يصلي الصغير، ما يصليش الصغير اللي يقل منه، وهما هكا يصليو. احنا درك هذا المسجد هذا شغل وراثي، احنا ما لقيناش درك كيفاش نهضروا، مي جيران بعض الناس بزاف درك يا من طريقكم ان شاء الله هضروا معاهم كيفاه ربي يهديهم، والمسجد هذا تاع الناس ان شاء الله، المسجد هذا تاع الناس الكل ربي يهديهم ان شاء الله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. ما نقدرش نروح نصلي على بالك بلاطانسي ومضروب يهلكني. مفهوم السؤال سيدي الكريم، تسمع الإجابة بخصوص هذه النقطة. إذا كان لديك سؤال آخر فلتتفضل. نعم شكرا لك بوركت. نعم إسحاق من العاصمة. السلام أم إسحاق من العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أم إسحاق كيفك؟ السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. مرحبا أم إسحاق. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أستاذ حب عندي سؤال الشيخ. نعم تفضلي سيدتي الكريمة. في رمضان هذا اللي جاز علينا، في هذا رمضان. في رمضان نعم. كنا قريب كان هو يأذن برا وأنا كنت نصلي. نعم. صلوا الفجر. وانت كنت تصلي؟ نعم وانت كنت تصلي؟ نعم. وما دخلت الماء هو يأذن وانا ما سمعتوش مليح، اللي راه يأذن اللي هو الدوزيام. اللي راه يأذن نعم. بعد شربت الماء قلت نعم. بعد شربت الماء نعم. واضح واضح. نعم مفهوم. عندي أستاذ ثاني ماشي سؤال. تفضلي. أنا شفت منام واحد النهار فيها قدمور العيد، إذا شفتي منام نعم؟ ثم نشوف في شيخ شغل في الصلاة. نعم أم إسحاق من العاصمة، رجاء فقط نحن لا نفسر المنام، إذا كان سؤال يتمحور حول المنام فالرجاء الاكتفاء بالسؤال الأول، وإذا كان لديك سؤال آخر فلتتفضلي. نعم أم إسحاق.
هل ما زلت معنا؟ لا لا حبيت تسيولي بك خطر كي نمت هذاك شغل حيرني شويه. احنا ما نفسروش المنام سيده ام اسحاق، لا نعبر الرؤى، لا نعبر الرؤى. خلاص يعطيك الصحه استاذ. الله يسلمك، شيخنا ممكن يفتي لك الفتية، توضيح مسائل، توضيح إشكالات فقهية أو تفسير بعض الآيات الأحاديث ما إلى ذلك، لكن المنام نحن لا نفسره في هذا البرنامج. نعم أخي يونس، هل هناك مكالمة هاتفية أخرى؟ الحاجة فاطمة من وهران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الشيخ حمزة. مرحبا بك. والشيخ عبد القادر راحكم مواسينا هذا الشيء ان شاء الله يجعل ربي ينوركم. الله ينورك سيدتي الكريمه. انا عندي واحد السؤال تاع واحد البنت مسكينه راهي تسكن في فرنسا، هي خلى لها واحد منا من الجزائر من بوقادير، خلى لها زوج اولاد التوأم، ما حوش عليهم، خلاهم ولا شهرين وراح. ما حوش عليهم نهائيا، ما ينفق، ما يحوش عليهم ما والو، راه عندهم 10 سنوات. هيا حتى هذو 10 سنوات اللي ما داولاش الكواغط، راه يحوس يقول لها سري لي كواغط تاع ولادي باش ندير الكواغط، ما ينفق عليهم ما يحوس عليهم. انا لغيت عليها قلت لها بنتي معليش اعطي له وشوفي لله، قالت لك ما نعطيلوش الكواغط، ما يدير الكواغط وما يحوسش على ولادي. الا راه باغي يجي يتفضل يشوف ولادو يشوفهم، راه يهضر معاهم في التليفون هكا في التليفون، بصح ما ينفق عليهم ما يحوس عليهم، زعما ما يحوس على الكواغط، يقول لها تسري لغيك واحد اولادي. هذا ما كان هو راه تما في فرنسا بلا كوارث. اسكو الحاج انصحني، اسكو نلغى عليها تعطي له ويدير كوارث ولا كي نقولوا انا خاف ربي وما نبغيش هذا الاخر. ونزيدك السؤال الزاوج خويا، انا راني نصلي، كنت نصلي قيام الليل واحد 20 سنه ولا، بصح دروك ملي درت العمليه كالعياده لابخوتاز غادي نصلي على الكرسي، نوض هكا على 3:30 على الاخر نصلي حتى الاذان الثاني. اسكت تواسي لي انت قيام الليل ولا لا؟ نعم نعم ايوا. وغادي قلت لك انا قلت لكم السيمانه اللي فاتت على السكنه تاع ولادي، انا غادي نعاود السؤال هذا. اسكو باغي نكتب للولد، راني الشيخ حمزه على بالك بيعه الصغير هذا، كي نبيع نعطي لهم كاع حقهم، يبقى لي حقي مع ولدي الصغير نكتب انا وياه. ولدي الصغير ما عنده السكنه، والاخرين كاع عندهم يسمحوا لي ولادي، ما قالوا لي والو ما غمنونيش. تكتبي له ليه او تكتبيها عليك وعليه؟ عليا وعليه، كي نموت تبقى له. ان شاء الله ان شاء الله. دروك انايا خفتي لا عاد ولادي ثاني نغبن ولا يليق نعطي لهم من حقي ولا مانيش عارف. ان شاء الله تسمعين الاجابه. قول له يا شيخ عبد القادر الله يطول لي في عمرك يا شيخ. ان شاء الله يطولكم في عمركم ويواسيكم هذه الشاسعه وينصر دين الاسلام ان شاء الله. مفهوم السؤال سيدتي الكريمه، تسمعين الاجابه. اخي يونس نشرع في الاجابه. نعم اخيرا كاخر مكالمه لهذه المكالمه، ام عبد العزيز قسنطينه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم سيدتي الفاضله تفضلي. مرحبا. الشيخ الكرام اللي مالفين صلى 10 ايام تادو الحجه، يقدر مولاها يعود قادرها ويصوم كامل، واللي يعود موش قادر يقدر يصوم نهار بنهار ولا لا؟ نعم نعم. وعندي سؤال اخر. نعم. كاينه وحده قالت لي كاينه وحده ارمله، اختها ارمله وزوج تاعها الزوج الاخرى عنده صوابي، قلت لها قول لها مدي لاختك، وهي هذيك ما عندهاش مش خدامه قاعده في الدار، هي عندها ولاد صغار، ولاد صغار يشتيوا اللعاب يشتيوا، هي تنحي هذيك 100 ولا 150 تشريها لعب للاطفال هذوك وتروح عند خوتها تدير هذاك الملف اللي قدروا عليها ربي، هذا جايز لها والله ماهوش. نعم مفهوم السؤال. مفهوم. يا سلام عليكم. الله يسلمك سيدتي الكريمة، تسمعين الإجابة بإذن الله. سؤال شيخنا محمد من قسنطينة يقول باللي لما يذهب إلى المسجد، المسجد يكون فيه مكيف الهواء، مكيف الهواء يكون في درجة منخفضة على البارد بزاف. نعم. فيقول لك انا ما نقدرش نوقف في الصف لانه ننضر وانا مريض، ف
فيشد شوكة تاع الجامع ويصلي منفردا. يقول لك هو بدأ يحكي في أمر الدعاء لقد من قطع صفا قطعه الله، وبعدها قال لك لما هو تناقش مع الإمام، الإمام قال له إذا راك مريض ما تجيش. فيقول لك هل من توجيه أو نصيحة لخدام بيوت الله بأن يعتنوا بحرارة بدرجة تكييف الهواء داخل المسجد، ويراعوا الناس المرضى باش ما يزيدش عليهم الحال أو ما ينضروش وما يحرموناش من بيوت الله. هذه النقطة الأولى، وبعدها نروحوا النقطة الثانية. شيخ شكرا أستاذ أحمد. والله يشوف في كثير من الأحيان تطرح هذه المشكلة في مساجدنا، تطرح المشكلة هذه تاع المكيف، مش فقط المكيف، إذا شعلنا الرياشة قالوا طفوها، بعض يجوا الآخرين يقول لك شعلوها، شعلنا المكيف بقوسين قبل ما نهضروا على المسألة، يجوا الناس يقول لك يروح يحل تيق. يعني مشكلة كبيرة يعني في كثير من الأحيان تقع، خاصة في هذه الفترة تاع الصيف، خاصة الفترة هذه تاع الصيف دائما جدال ولا مشاكل. أيوة، واحد حاب يفتح طاقة، واحد حاب الكليماتيزر، واحد مريض. نعم، وهذو كل هذو الناس اللي كبير علينا هو راه في مقام الوالدين تاعنا ومقام جدودنا، واللي صير اللي راه في عمرنا راه خونا، واللي صغار 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 منا بزاف راه وليدنا، هكذا هذا موجود هذه. ولكن كاين قاعدة، وهو الإنسان أنه الكبير هذا نوقره. إذا كان إنسان كبير في المسجد نعرفه حالته الصحية، نعرفه كذا، نعرفه أنه سبقنا بالإسلام قبل ما نزيده إحنا، هو زاد قبل ما نعرفه إحنا الصلاة كنا كانوا كي كنا إحنا في الغيب كان هو يصلي، إحنا أقل شيء نكرم ذي الشيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الإسلام، من يقول فني يذكر من محاسن الإسلام إنسان إكرام ذي الشيبة. الإنسان لما يوصل عنده شيبة إنسان يحترمه، علاش؟ لأنه قد سبقه بالإسلام، أقل شيء سبقه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل. ممكن كان لي مثلا كان الفرق بينه وبين إمامه 40 سنة، يعني بمعنى كي كان هذاك عنده 40 سنة زاد الآخر، بمعنى 40 سنة وهذا يعرف كلمة لا إله إلا الله وهذا زاد. إذا بالتالي إحنا نقول لخوتنا الأئمة يعني ونقولهم يعني دائما دائما أكيد هو إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن وإرضاء الله غاية لا تدرك، ولكن يحاول الإنسان يسدد وقاربه. قال سيدي معليش هذو الناس مضروا يجوا في جهة معينة، دير لهم مكان، خص لهم مكان، خف لهم هذا المبرد، وحتى حتى حتى ما نضروش. أما قول سواء قالوا ولا ما قالوش، يعني بمعنى نقول إنسان إلى خمد يقعد في ذاك، لا هذا ماهوش يعني ليس كلاما طيبا. احنا يا بالعكس احنا ماذا بينا الكبير يحضر الجامع والصغير يحضر الجامع، وإن كانت ليست صلاة الخمس واجبة يعني في الجامع، ولكن ما هيش واجبة علينا. لا، إذا كان مريض يعدي الناس هذاك نعم نقول له اقعد في دارك، يعني المريض اللي عنده مرض غير معدي. نعم غير معدي، يعني يمكنه من الحضور، فاحنا نفرحوه باش يحضر مع المؤمنين. وما أدرينا لعل هذا الذي انت تقول له اقعد صلي في دارك هو اللي راه ربي يدير سبب القبول صلاة على الجماعة، واش دراك انت يا. فبالتالي احنا نقولوا لا، نقولوا انسان النبي قال سددوا وقاربوا. احنا صعب اننا نرضوا كاع الناس، ثم نهار اللي يكون كاين العقلاء في المسجد، نهار اللي يكون كاين الناس عقلاء في المسجد وما يفهموا الناس وهما اللي يرضوا الناس، يعني لا تكون البروده الزياده هذيك ولا تكون ديك السخانه الزياده. انا عارفين في الجو هالاجواء نحن محتاجين. اذا المهم واش نقول لك الحاج سيدي الفاضل، انت هذا الكلام انت شوف مهما كان يبقى هو الامام، ويبقى هذا الامام بما فيه ناقص ولا كامل ولا، ولكن انت دائما النبي قال كنا نهضروا من البداية قلنا احرص على ما ينفعك، كان من حسن إسلام ما أعطاك وما لا يعنيه، ولكن أيضا النبي قال احرص على ما ينفعك، الشيء اللي ينفعني يقرص عليه. أنا نشوف باللي أنا صلاة الجماعة تنفعني، علاش يا سيدي نجي في آخر الصف؟ خلي يقول من قطع الصف قطعه الله، لأنني أنا منش نقطع في الصف، أنا راني مريض وهذا الوسمة أنا مش مريض. خليه يقول من قطع ولا من كذا ولا ما، لأن اللي يعطي الثواب والأجر هو رب العالمين، لا أنا نعطي الأجر ولا هذا الإمام ولا غيره يعطي الأجر، اللي يعطي الأجر هو رب العالمين. ولكن يا حبذا لو تجعل لهؤلاء الناس أماكن معينة مخصصة للصلاة ويكونوا بعاد على هذه البرودة بزاف، وهذا أبائنا وأمهاتنا. إنسان يقدر يقول هو راه هو هذاك الشخص هو يرضى بنفسه هذاك الشيء، لو كان هو يقول هو لاني مريض، أو يقول الوالد تاعو بابا هو اللي راه مريض في ذاك المكان يرضى. فعندما الإنسان يستعقل ويتعقل أشياء نلقى حل، ولكن عندما كل واحد يدير إلى المصلي يزعف والإمام يزعف واللجنة تزعف ما نلقاوش حل. لا، المفروض أننا
الإمام هو القدوة تاعنا، هو اللي ينصحنا، بارك الله في الأئمة تاعنا جميعا، ولكن أيضا بالمقابل أيضا هناك المصلي أيضا يحترم إمامه، وهكذا يكون الاحترام متبادل بين الجميع، وربي يهدينا إن شاء الله المحبة فيما بيننا إن شاء الله. إن شاء الله. أم إسحاق من العاصمة في رمضان تقول كان قريب الأذان، لا قبل هذا السؤال يقول في سؤاله الثاني، نعم، يعني هو يحكي يقول، نعم، لك المسجد الإمام والإخوان تاعه حولوه وراثي، واحد يصلي ظهر، واحد يصلي عصر، واحد يصلي مغرب، فشيخنا إذا حبيت تجيب على هذا السؤال. لا هذا الشيء هذا شيء هذا هذا عنده علاقة بالإدارة، هذا أمر، هذا أمر يرفع إلى الإدارة ولا يرفع، يرفع إلى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف وليس إلى الفتوى. نعم ليس الفتوى. نعم. أم إسحاق من العاصمة تقول في رمضان كان قريب الأذان وهي كانت تصلي، وهي بان لها باللي الأذان فات، مازال لا فطرت، لا قصدي هي كانت دات في بالها باللي مازال ما أذنش، نعم، فكلات، نعم، لا شربت، بعدها أذن الأذان، تنبهت باللي الأذان اسمها فطرت قبل الأذان، فطرت ولا تسحرت. هي تقول لا مش تسحر، هي كان قريب الأذان، كان قريب الأذان، تقول لك وأنا كنت قاعد نصلي وهي بالها باللي الأذان مازال ما أذنش، نعم، شربت الماء بعدها أذن الأذان، فتقول لك ماذا علي؟ شوف معلش حنا لأن رانا مش متفاهمين، شوف إذا كان إذا كان تاع الصبح، إذا كان تاع الإمساك، إذا غلطت شربت الماء وتاع الإمساك، هنا في هذه الحالة ترد ذاك النهار لأنها غلطت أخطأت مشي متعمدة، تعاود ذاك النهار، نعاود سي حمزة، نعم، إذا كان تاع الفجر معناها نجيبو تاع المغرب وتاع الفجر نجيبو الفيزوج، إذا كان تاع الصباح هي شربت ومن بعد عرفت بلي الأذان خطأت، يعني هذه يسموها قدرت هي بالمازال ولكن هي صح وكان أذن سمعت الأذان، في هذه الحالة هي تعيد يومها، هذاك اليوم تعاود وتردو، وعندها الان مش بضره ترد، الان عندها الى رمضان الجاي، يعني الى شعبها الجاي وهي ترد في اي يوم. احنا نفترض الان نعكس الصوره، لو المغرب، لو هي المغرب اخطات في المغرب، اذا كان احنا هنا نشوفوا الفرق بين الفاصل شحال، اذا فاصل قليل مثلا حاجه تاع دقيقه دقيقتين، هنا ما كاش مشكله، اما لم تفطر علاش؟ لان عاده راه الوقت يكون دخل، لأن يعني عادة كان واحد دقيقة أو دقيقتين تحتياط في المغرب، دائما كان وقت دقيقة أو دقيقتين تحتياط، ولكن المغرب حقيقة مثلا راه مثلا نفترض مثلا المغرب على 8، هو المغرب يدخل على 8:58 خلاص أو دخل في هذه الحالة، ولكن إذا كان ما بينهم بالمغرب 4 دقائق 5 دقائق، لا في هذه الحالة أنا تعيد يومها، إلا إذا كان تعيد يومها احتياطا لأن أخطأت، ولكن تعيد يومها أيضا احتياطا إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الحاجة فاطمة من وهران تقول عندها زوج بنتها، نعم، هذا زوج بنتها تقول لك راح للغربة الأرض المهجر وخلى وراه زوج أولاد مع بنته، مع الزوجين، نعم، تاعه، نعم، يعني بنتها تقول لك خلاه مسمح فيه ويتواصل يسقسي مع الهاتف، هو الآن يحوس على الوثائق تاعهم باش يدير الوثائق تاعه هناك في أرض المهجر، فالزوجة ما حبتش لأنها تقول قالت ليمها هو راهو سامح فينا وما راهوش يصرف علينا وراهو غير يتواصل هاتفيا مع الأولاد ويحوس على الكواغط باش يدير كواغط هناك وراهو سامح، فتقول لك هي أنا نخاف ربي وخفت إذا رانا نأذيه فيه، فقولوا لي هل نزيرها باش تمدلو الكواغط يدير الوثائق تاعو هناك ولا لا؟ لا والله شوف نقول الحاجة الله يبارك فيها وربي يحفظها إن شاء الله بيطول في عمرها، والله هذا السيد مع الأسف الشديد هذا خسر ولاده 10 سنوات وهو خسر ولاده، هذا السيد هذا يحوس على الكواغط ولكن مهموش مستقبل تاع ولاده، كلاو ما كلاوش، شربوا ما شربوش، صحاح ولا مرضى مش عارف انا، راهم في الطريق المليح ولا الطريق مش مليح، يعني النهار اللي نوصلوا
يعني الحيوان اللي هو حيوان اسمح لي استاذ حمزه نهار اللي يكون مازال ولاده في التربيه مازالوا في الحضانه تاعو تسيبوا يدافعوا عليهم وراح يجيبوا لهم نشوفوا بالاشرطه الحيوانات كيفاش تروح تصيد وتجيب وتحرص على كذا وتحرص على وليداتها الطير سواء كان من الطيور ولا من الحيوانات هذيك المفترسه وتسيبها حارصه على 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 اولادها. وحنا الانسان اللي ربي كرمه بالعقل وكرمه ولقد كرمنا بني ادم يرحم والديك 10 سنين هو عنده اولاد 10 سنين ما يبعث لهم ما يحوس عليهم ونهار اللي جات في امور تاع الدنيا تاع الكواغط هو حارس على الكواغط صافي حرصوا على الكواغط اكثر من حرصوا على ولاد. على 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 اولاده اللي هما اخره تاعو هذ اولاده غدوه يكبروا ويعرفوا الحقائق يدعوا له بدعوه الخير اذا الى 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 خرجوا الطريق يدعوا له بدعوه الخير. ياك سيدنا رسول الله قال اول قال من الاشياء اللي يقول تنفع الانسان اكيد في حياته ثم في موته اكيد اكثر قال اولد صالح يدعو له. انت عوض ما تفكر في وليداتك بتجي وتقول المرأة هذه ودي أنا غلط وأنا يراني أني كنت غلط وأني غلط في حق وليداتي وعشر سنين وأنا في الإثم وعشر سنين وأنا في أنا في الإثم وفي الوزر لأنني راني كنت هامل وليداتي وما نحوسش عليهم ما أعطيتهم لا الأمر المادي ولا الأمر المعنوي لا تحق تاع العبد ولا تحق تاع تاع الرب تاع مولانا ولا الحق تاع العبد. يعني من بعد مباشرة تجي هكا يرحم والديك يحوس عليك وقت يعني مش من قساوة تاع القلب هذا والعياذ بالله. ولكن يبقى مهما كان يبقى هو باباهم نقولوا للحاجه يبقى باباهم وحنا نقولوا للامام يخليهم بعد واش غادي يدير كي يدير هو كي انت كي تبعثي لك واغط انت اولا تهتمي بوليداتك وانت اجتهدي في التربيه تاعهم حبس عليك واغط تاع اولادهم معليش حقه اعطيه لك واغط وراه المشكله اعطيه لك واغط الله يسهل عليه وراه المشكله من حقه الا ما يقدرش يديهم دير في بالك ما يقدرش يديهم انه يقدر يديهم جهه واحده اخرى ماهوش بالضروره غير انت تعطيهم الاولى. فنقول لك انا واش نصح تمد له كيف راح تمد له تبعثهم له تبعثهم له نعم انا فاهم الامر والله ولكن انا واش قصدي دوك الان هذا لعل بالك ربما ممكن بالك ربما لان هذا لان احنا هضرنا على الجانب السلبي فيه ولكن احنا موش بالضروره باه يكون حياته كلها سلبي يمكن يتفكر يتكاكى هذا الانسان يمكن يتفكر هذا الانسان يمكن يرجع لعقله هذا الانسان اذا كانوا ذراري ما على باليش اذا كانوا ذراري كبار هو اكيد يكونوا موش بالغين ما يكونوا موش بالغين لانه يكون جاوا بالغين تشاوريهم قال نبعث ما نبعث لان هذا حقهم ولكن الان هي يماهم تقدر لان الان مادام التصرف نقولوا الحاجه خلي الام تاعهم هي تقدر المصلحه تاعهم تقعد بينها وبين نفسها وتراقب مولانا سبحانه وتعالى وتشوف المصلحة تاع وليداتها إذا شافت باللي المصلحة تاع لأن مهما كان ما تقدرش هي تفصلهم عن باباهم ما تقدرش تمنحهم عن باباهم ما تديرش العقوق ماشي أنت معليش إذا كان هو يعني ما أداش حقوق الله فنقولوا لهذه الزوجة الفاضلة نقول لها أنت ما تكونيش عكسه كوني خير منه أنت أدي حقوق الله إذا عنده حق في هذه الوليدات في كواغطو الله يسهل عليه أنت المهم حرصي بها يكون أولادك صالحين وأولادك طايعينك وفي طايعين الله أولا ثم طايعينك هذا أهم شيء. أما الكواغط من بعد أي يديك كواغط من بعد وش غادي يدير بما إذا هو ضيع وليداته اللي هما الثمرة تاعو تاع الدنيا والآخرة وش غادي يدير كواغط يعيش 100 سنة في فرنسا وش غادي يدير إذا ضيع وليداته وضيع المصاري تاع وليداته وضيع صلاح تاع وليداته من بعد ثم المعذرة. شكرا شيخنا. نمر إلى سؤال نجيب عنه باختصار فيما تبقى من الوقت حوالي دقيقة. تقول لك راني نصلي قيام الليل مدة 20 سنة الآن راهي ولات ما تقدرش تصلي بالوقفة بسبب أنها جرت عملية جراحية رجعت تصلي بالكرسي تقول لك هل يكتب لي الشروط نعم 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 يكتب لها إن شاء الله تعالى نعم أن الإنسان يصلي قائم وإذا ما قدرش يصلي قاعد. شكرا لك شيخنا الشيخ عبد القادر بن عزوز. قبل أن نختم سيدة من أضرار تلتمس من فضيلتكم الدعاء لها بالذرية صالح بأن يرزقها المولى عز وجل الذرية. والله نقول يا الذي أعطى مريم بغير سبب إن شاء الله يرزقها إن شاء الله مرزقها يا أرحم الراحمين يرزقها ذرية صالحة يا رب يا رب. شيخنا الشيخ عبد القادر بن عزوز نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات في أسئلة المشاهدين. كما لا يفوتني أن أشكر فيصل الذي نقل هذه الإضاءات للمشاهدين الكرام بلغة الإشارة. شكرا للجميع على طيب الإصغاء والمشاهدة. إلى أن ألقاكم في عدد مقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.